خالد شقير مراسل القاهرة الإخبارية معنا من باريس حول ما يدور بعد الانتخابات التي تمت في فرنسا. أحييك خالد. انسحبت طبعا متعددة طبعا نتيجة ردة الفعل حول تفوق اليمين أو حزب التجمع الوطني اليميني في الانتخابات. ما الذي يدور في فرنسا بعد هذه الانتخابات التشريعية؟ نعم حسني، بعد التحية، محاولات اللحظات الأخيرة، آخر اجتماع للرئيس الفرنسي وحكومته بقصر الإليزي كانت صباح هذا اليوم. هذه المحاولات تم الإعلان عنها من انسحاب بعض من نعم خالد، بعض من الأحزاب الوسط وأيضا الأحزاب اليسارية، وذلك في محاولة لتضييع الفرصة على أقصى اليمين. وهذا السبب هو الذي دفع الرئيس الفرنسي وحكومته لإعلان عن هذه الخطوة في محاولة لعرقلة أقصى اليمين من الوصول إلى قصر رئاسة الوزراء الأحد صحيح. القادم. وهذا ظهر جليا أيضا من خلال آخر استطلاعات الرأي حسانية التي أكدت أنه بالرغم من تقدم ما زال حزب التجمع الوطني، لأن الأصوات بدأت في الانخفاض، هذا معناه أنه لن يحصل حتى حسب استطلاعات الرأي على الأغلبية المطلقة التي يمكن من خلالها تشكيل نعم. الحكومة. إذن نحن على مقربة 3 أيام من الجولة الثانية، وما خفي كان أعظم. والقرى الآن في رأي أو صحيح. في رأي الشارع الفرنسي وفي الصندوق يوم الأحد. سوف نرى إذن يوم الأحد معك في هذه التطورات في باريس. أنت مباشرة كنت معنا خالد شقير، أشكرك شكرا جزيلا.